رفيق وحمزه بجوجكم دستوك عندكم تجربه في ميديان تي في بجوج. انا حمزه هو قبل مني وانت كان عندك تجربه وكان حمزه ليه الفضل باش دست حتى انا في ميديا. لا بطبيعه الحال حمزه خدمو طالي في ميديا دايره يا دايره يا رضوان 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 ديال الفكاهه. احنا خصنا الضحكه ديالها تكون لكم دارت الضحكه ديالها. لا زعما بخير انا قررت هذه ما فراسيش هذه القضيه ديال طاليس هو السبب ديال حمزه في ميديا. لا 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 ماشي سبب. لا حمزه في لالي انا شفتو في لي كابسول اللي كان تيدير هذه حياتي وعجبني داكشي اللي كان تيدير كان وراهم لي امير رواني. امير رواني وي هو اللي وجبونس هذوك لي كابسول هما سبب تدخل واحد البرنامج ديال مسيك. مساء الخير ياك. مساء الخير. مساء الخير وي. مساء الخير وي. ومن بعد فاش جا ليميسيون ديال جاري يا جاري وكانوا محتاجين لي زيموغيست باش يبداو يديروا دي سكتش هي فين جبت رشيد رفيق طلبت عليه. انا طلبت عليه خالد الزبايل وكذا وكذا. وشكون اخر؟ خالد الزبايل. وكانوا بزاف دري خالد الزبايل يسار رشيد رفيق مجموعه ديال حمزه وي. ما بقيناش كنشوفوك في ميديا تي في شنو ياك لاباس؟ ايه ومكتب الله كتاب الله كيتصرف. انا ما عرفتش والله العظيم. تقعد ما عارف علاش. تقعد ما عارف. هي المساله فيها خيارين. فيها خيارين. المساله فيها خيارين. يا اما جرو عليك يا اما الفوتغرام. والله يا خويا باقي ما عارفش. فوالا ستاند باي. لا هو شوف حمزه باقي تي بريباري ليميسيون ديالو ستار نيوز بالنسبه لي غيصور السيمانه الجايه واش غدوز ما يدوز. لا لا شوف نضرب الحق عاوتاني. بزاف الناس تسائلوا داز البرنامج داز واحد جوج حلقات كنا نقولوا الناس كتسمعوا واه مزيان برنامج ما عندناش برنامج بيبول في المغرب اكسيتيرا. دابا شوف باش نبداو من الاول ميديا ان تي في لا خير كبير عليا ما عمري ننسى زعما هذا الخير اللي درت معايا باسكو سي غراس ميديا ان تي في اللي عرفوني الناس وزعما اي. دابا هو ميديا ان تي في بحال قلتي كتبدل لا بوليتيك ديال البرمجه ديالها وباقي بحال اللي قلتي ما عارفين شنو دونك البرنامج بدا وفي الاخر ما كلشي كملش بوليتيك باش راسك عامر بين بنت ليماج لعبت على ليماج دابا وي سمعتيني. مي زعما جي با اون ريزون انا باقي ما عنديش اون ريزون فالاب علاش توقف البرنامج. مي مازال جمعت حتى شي ميل شي ورقه شي قال السيدي غن لا حتى حاجه حتى حاجه مازال كتخلص. لا هذوك لا كلشي تحبس. كلشي تحبس دور قبل اول كلشي تحبس. كلشي تحبس الحمد لله. ما حيت ما سناش كونطرا فهمتي ما غوتيش هاد الدراري. لا هو انا نقول لك انا ما نكذبش عليك انا هو عارف هذا الموقف ديالي من هذه القضيه هذه حيت حنا تمشيو سيرتو مع ميديا تمشيو على اساس انه ولد الدار ولد القناه ما يمكنش تبدا تشرط عليهم وتقول لهم كذا دونك تنقول انا بدا تما كاينش نبداو نديرو عليهم الشروط وهذه صافي قلت ليه توكل على الله ولكن اوموان خصك تكون عندك معاهم واحد الكونطرا اللي كتضمن الحقوق ديالك انت عارف شنو غدير وما عارف شنو عليهم. مي هو تي هو نيه الدري هذا نيه والله الا نيه بالله ما تيتسوقش لا وانا وهادي ودوك الناس وكذا وديما تنقول ليه والله العظيم وبقى فيا راه تشرد عائلته وما عنده ما ياكل ودابا تنجمعوا ليه هاد لي سبيكتاكل راه غياخذ المداخل ديالهم دونك هادشي اللي كاين. من 7 ل 10 7h10 ايمات في الراديو ايمات في الراديو على شدا سا تو شونج لو ريفيل. من 7 ل 10 7h10 ايمات في الراديو ايمات في الراديو على شدا سا تو شونج لو ريفيل. وحق الله العظيم الى البارح تنتفرج في الفيديوهات وتنشوف لي فوتو اللي كاينين والناس دايرين وقفه تضامنيه وتكركروا تيضحكوا وتتصوروا وبخير وبحال ما وقع حتى شي حاجه. ما مشيتوش للوقفه التضامنيه؟ انا كان عندنا الخدمه. لا ما كان عندنا والو. لا 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 ما كانت لا خدمه لا والو. حنا عندنا واحد القضيه حنا متضامنين بقلبنا فهمتي ماشي ضروري نتافيشاو ونقولوا للناس حنا راه كذا. ما بغيناش نشوف واحد النار باش نركبوا على واحد النار يخرج سعد المجرد ويرجع لدوك فيديو تقول هذا راجل جا هذا ما جاش. حنا الحمد لله متضامنين بالقلب ديالنا. شوف انا دي انا تنقول بان هذا الشيء تضامن تيتحس ماشي ضروري نشوفوه في فيسبوك وفي الانستغرام وفي لي جورنو فهمتين ويكتبوا عنا الناس راه حنا متضامنين. انا كنت درت كتبت مثلا في فيسبوك بانه متضامن الله يطلق سراحك خويا سعد هذا الشيء اللي نقدروا نديروا مي باش نمشي نتافيش على ظهره ما نبغيهاش. ونتمناو ليه ماشي يخرج هكاك يخرج وتكون لافير ما فيها والو ان شاء الله. هذا الشيء كيف ما كان في الاول ولا هو تولا خرج ما كان والو غير رجع كيف ما كان ان شاء الله غيرجع للقمه ان شاء الله. من 7 ل 10 7h10 ايمات في الراديو ايمات في الراديو على شدا سا تو شونج لو ريفيل. من 7 ل 10 7h10 ايمات في الراديو ايمات في الراديو على شدا سا تو شونج لو ريفيل.
طاليس الدراري مجوجين هنا عندك ليكيب كامله اه كاين اللي مجوج وكاين اللي الناس اللي معنا هنا في البلاط ايوا اي ماذا تقول معنا ودابا معنا دخل تحسب لينا تقول معنا انا مجوج الله يخلي لك المدام حنا مجوجين تبارك الله عليك حنا مجوجين ولكن مجوج ولكن عادي مفتوحه نقدروا كاينين دي زامي كذا وخا مجوجين كنظن كونترا خويا احسن مع العشرة شاهد قبل الحذف شاهد قبل الحذف فضيحه في الفيديو شاهد قبل الحذف لا هادشي بغيت نقول لك زعما لا جيستيون ديال لي فان دابا شوف طاليس اه لا لا كوثر باين لا مازال كوثر باين كوثر باين يلاه كتخبر يلاه لا غير لا جيستيون ديال 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 الدار سورتو كيكون عندكم لي فان سورتو دي فان شوف نقول لك صراحه زعما دبلي خليه يقول لك السؤال هو ما قال لك والو قال السؤال لا انا ورا فهمني هو كيشوف فيك نعرفه انا قديم معاه في دومين خدمت معاه في ايامات العز علاش ماشي ايامات العز لا يفو دابا لا فامي ديالك عارفك شنو تدير فهمتي دونك اي ريسبكت سكو تو في فو غاردي فوالا فو غاردي زعما تبقى غادي مزيان فهمتي زعما لا بصح لا فامي عارفك اش كدير هو ملك الموت جاعك مولير اوبري مولير اوبري ديال الدار العالين ولا مسلك قالوا لعيك ما تحركش هادي حمزه دونك لا فامي ديالك عارفينك شنو شنو كدير وكيحترموا هادشي وزعما سي با فاسيل ان صراحه زعما تكون عندك اون فامي البيتيت فامي او تليفونات تتفاهم ولا كدير سيلونسي داكشي من بعد ولا كدير نمره زعما كدير نمره اخرى انا عاود نعيط كنعاود حتى ديك كاين من الشروط اللي تتقول بان التليفون ديالك واحد الحاجه راه فيها الخدمه راه ما فيهاش خصها تكون ثقه اولا كتدخل الدار كتحط التليفون ديالك راه ما كاينش اللي يقرب ليه ما كاينش لا يعني انفو كتمشي للتليفون ديال مرتك ولا هي كتمشي لك التليفون ديالك هنا فين كيوقعوا المشاكل كيولي الشك انفو انت زيتي راك شكيتي مي حنا الثقه بعدياتنا الحمد لله وديري الكود الحمد لله حيت الدار هي الثقه ولكن الكود ابار الكود حيت الدار هي الوحيده اللي خصك تمشي باش ترجع صح ماشي خصك تمشي باش تلقى المشاكل شوف عمادي كندوي واش كندوي ولا لا لا كتقول كتقول لا كتقول كتقول لا عطيتي عطيتي يا صاحبي عطيتي انت عماد عارف كون تي انا ارتست راه عليك الدق وعليك هذا دونك سي با فاسيل ترى فامي ديالك انها تتبع معاك هذا لو ريتم اللي عايش انت باسكو كتكتب هو ساكن في فيلا ما كاين لا دق لا والو ماشي دق زعما في الباب ملي دخلتي الموضوع ما كيدقوش عندهم كاميرا في الانترفون داز عليهم ما كاين لا ضغط لا والو الله يسخرهم الله من 7 ل 10 7 10 عماد في الراديو عماد في الراديو على شدا سا تو شونج لو ريفيل من 7 à 10 7h10 Imad la radio Imad la radio Allez Cheda ça te change le réveil الوغ رجعوا لي دي سبيكت اذا كان عندك شي سؤال بالفرنسيه راه رشيد هو اللي يتكلف بالدي فرونسي راه رشيد هو اللي بيان ايفيدون دخل معاه ديريكت راه ما كاينش الوغ اون كيسيون تري كليغ رشيد رفيق كليغ سا فو دير واضح برافو برافو رشيد لا لا الوغ محموش طاقات ماكش في الفرنسيه رشيد رفيق vous allez nous parler de vos débuts dans la scène oh ça fait plusieurs ans je suis chez FM ça c'est très important avec les artistes oui oui Non, continue. Alors, c'est très important, on veut petit déjeuner, croissant, Hamza El Filali. Ça fait plaisir, Imad Khot Bichada FM. Bien, comme ça, facile. Ouais. Bien, comme ça, facile. Non, oui. Là, tabarakallah, agro pas bien, Azam. Alhamdulillah. Moussa, tire le mouton, le mouton. Il s'est dit qu'il y a un homme en France, ou les artistes, ou qu'il y a Rachid Rafael. Pourquoi ? Il y a un homme en France. Il y a un homme en France, il y a un homme en France. ما نكذبش عليك مزير داك الشيء بزاف بوليسي قلنا لي بونجور قال لي فيان كنت عجبت لي قالت بدا كيقلب لي قال لي فرونسي قال لي تخطر لي ما كنتيش عارف شي واحد ما تقولش لي بونجور مي انا فهمته شو قال لي مع دخلت بحال هكا عطيتو باسبور قالت لي لي زومبرانت بديت كنقلب في جيبي الله يرحمك جو سوي ديزولي راه ما جبتش كعات كعات والله صافي حطيت هذيك الاباغاي فوتو وندير اباغاي فوتو بالصمتي اباغاي فوتو صافي تسرح لي واحد الجمله طويله بالفرونسي قلت لها داكور انا ما حتاش اش قلت لا عاد لا الحمد لله انا الفرونسي عندي ناقص ولكن خدام بها ناقصه لكن اللي عندهم خدام ما خدامش كاع الله